مطلقة لعدد أعضائه. قضية قانونية سياسية جديدة هبت رياحها هذه المرة من نقابة المحامين العراقيين، تتمثل بدعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا المعنية بالنظر بالخلافات الدستورية. دعوى جديدة قديمة بالطعن بدستورية الحل المشروط لمجلس النواب العراقي قبل انتخابات 10 من أكتوبر تشرين الأول. لا يجوز اتخاذ قرار بحل مؤجل ومشروط لإجراء انتخابات عضوية مجلس النواب بسبب المخالفة والتعارض الكامل لأحكام الفقرة الثانية من المادة 64 والمادة 47 من دستور 2005. وجهة نظر قانونية تقابلها وجهة نظر قانونية أخرى. هذا الموضوع لا يؤثر شيء على العملية الانتخابية، وخاصة وأن قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 لم يحدد موعد مؤكد لحل البرلمان قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. سجالات قد تتحول إلى هدف سياسي تتبناه القوى المعترضة على نتائج الانتخابات والمطالبة بإلغائها أو إلغاء نتائجها. أعتقد هو النوع من المناورة السياسية واللعب على آخر الأوراق باعتبار حتى لا تصادق المحكمة الاتحادية أو تتأخر في التصديق على نتائج الانتخابات حتى تثبت بهذا الطعن. وما بين المعارك السياسية والقانونية، فإن المحكمة الاتحادية حددت 1 من ديسمبر كانون الأول موعدا للنظر بهذه الدعوة. قبلت الدعوة أو رفضتها، فإن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن، وهي المحكمة ذاتها التي قد تقبل المصادقة على نتائج الانتخابات أو ترفض اعتراض المشككين بها والطاعنين بشرعيتها. ضياء الناصري، العربي، بغداد.